موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع رده فعلي على افضل اهداف روكت ليج. اليوم راح يكون افضل 100 بنش في روكت ليج. يمكن ما يطلع لكم ال 100 بنش كامله في المقطع، لكن راح اخذ منها افضل لقطات. فقبل ما يبدا المقطع، لايك، اشتراك، فعل زر التنبيهات، الله يسعدكم جميعا. للامانه ما توقعت في دعم على ردات الفعل زي كذا. ردات الفعل على روكت ليج راح تكون في هذه القناه، ردات الفعل الباقيه راح تكون في القناه الثانيه اللي تحت في الديسكربشن. بنفس الوقت فيها مقاطع شورتس، المقاطع القصيره. تابعونا على قناتي ذي وتابعونا على قناتي الثانيه. خلونا نوصل في القناه الثانيه 100,000، وهنا خلنا نوصل 800,000. موقع روكت ليج سيلز، رابط في الوصف، كود بي اس ال يخصم لكم 3%. موقع ترى ارخص من اللعبه، كريدت من ناحيه كل شيء. خلونا نبدا في المقطع. بسم الله. هلا بالويب داش، نايس والله، نايس. اوكي هذه الثيرد كذا، ثلاثة يلعبون، يا ساتر ثلاثة يلعبون في نفس الوقت. اوكي شوف البنش من وين لوين. اوووو الحارس صنع ما يقدر يسوي شيء، قام يصور. اوكي جمب ريسيت، نايس والله، نايس بنش. مع ان البنش غريب يعني هذا، بس حلو والله، والله حلو. اوكي البنش اللي مع جدار، يا ساتر. لا مو بلمسه جدار ولا شيء، يا ساتر والله جميلة. اوكي 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 اوكي، منشات الباتمان عاد، يا ساتر. والله او ماي جاد، والله او ماي جاد. يكلع البنش، يا ساتر والله، يا بنش ذا جامد، والله جامد. لا يا البنش، لا لا لا، كيف سوى البنش كذا؟ كيف سوى البنش كذا قبل شوي؟ ايوه ايوه تجيك البنش يا عيال، والله العظيم جامد، اقسم بالله جامد. جمبر ست، هوب، نايس والله نايس. اللي يعرفون الجمبر ست بالضبط في كل سياره هنيهم، والله نايس هدف، نايس نايس نايس. حتى كل حراس عجزوا يجيبونه. شيكلي شيكلي، ثلاثه مع بعض، يا ساتر. هوب نايس، مع اللي قدامه واقف، بس كره حرام يعني تروح، حرام تضيع ذي. الله نايس، 203 ليه؟ هيك الواب داش والبنش، يا ساتر والله يا ساتر. كم سرعتها طيب؟ انا شكل السرعه مكتوبه يسار بس ما شفتها. اوكي بنش، نتبات نتبات، حلو حلو والله حلو. اوكي هذا وين بيروح؟ ما معك بوست طيب؟ وش البنش الغريب؟ هو جامد بس غريب. وش هي كيف طق الكره من تحت دي؟ تحت سياره والله العظيم، كيف؟ اوكي سيلينج، جمبر ست، ووب نايس يا اخي، حق الواب داش مو طبيعيين اقسم بالله. اوكي بنش هناك بعد، ووب نايس. شيكلي شيكلي، لو والله ديم، اقسم بالله ديم، يا ساتر. ثلاثة أربعة وايب داش لازم، والله نايس أقسم بالله نايس. هذا لخبط في الكورة بس حط حط، يا ساتر القوة. أوكي اللي ضد واقف بس، نايس بنش والله نايس. ما أدري كيف يلعبون بالسيارات يا أخي، ذكرت تحدي السيارات عشوائية، إيش رأيكم أنزل تحدي السيارات عشوائية قريب؟ والله يبغى لها، نايس. أوه نايس والله. أوكي على وراء، يا ساتر يا ساتر، كل ضده هاجمين خلاص، قد الامل. اوكي بوست ستة، حتى ما ضغط بوست، وات. اوكي بنش على طول جول، لا يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله نايس سيف، والله نايس سيف جد، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الحط ما تلمس الارض حتى. اوكي شيك على الواب داش، هوب والله نايس، اوفر تايم يا عيال. الو والله اللقطه جامده ذي، ودي اشوف كم سرعتها طيب، يا ساتر يا ساتر اللي قبل شوي. اوكي نايس والله نايس، ابو فهد كويس، لقيت عربي 193 نايس.
اوكي المرة الثانية ساتر بدون ما تلمس لا عرضة ولا شيء على ورا. مش جايم على ورا والله نايس اقسم بالله نايس بس جايم على ورا يا اخي يا ساتر البنش. هل هو صدف يا شباب ولا اكتبوا تحت الكومنتات شوفونا صدف اللقطة قبل شوي ولا عادية. يا ساتر يا ساتر يوه نايس اقسم بالله ما انتبهت الاسامي اللي قبل شوي لكن فيها احد عربي بعد ونسيت اقول اسمه. اوكي حطون السرعات فوق يمين ولا لا والله ما حط بس في لقطه قبل شوي جت سرعه 135 وشوف شوف 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 اوكي بنش مع السقف يا الله يا مجنون والله مجنون زاويه والله انها صعبه اقسم بالله انها صعبه. جيزر هشوف ايش يسوي الجيزر مع النيسان يا ساتر نايس 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 عاد ما فيها سرعه عليه. اوكي على الجدار الثاني ها وات كيف جابها ذا والله كيف جابها يا ساتر يا ساتر قله قله زاويه والله مو طبيعي اقسم بالله اوب يا الله بنش مع الارض يا ابوي جامده والله. اوكي هذه صدف هذه صدف يعني صدها وجت بنش كذا خرافي مره. اوكي على الارض يا ساتر يا ساتر والله تحكم بالسياره قبل شوي بس الكوره وكل شيء ياه يا مجنون اقسم بالله ما ادري كيف يسوونه كذا ها سووا بنش مع العارضه. اوكي اوكي شيك على الهدف يا اخي ابغى اشوف السرعات يا اخي. اوكي جمبر ست جمبر ست اوف نايس والله نايس هذه افضل طقه والله انها افضل طقه تحس انها يعني مو مسوي بنش بس تسوي باخر لحظه كذا يلخم نايس والله. اوكي على وراء وليه طقه عرضه نايس على طول المرمى جمبر ست جمبر ست وعطنا وهوب والله هي سريعة والله هي سريعة 184 نايس والله نايس الوراء لا والله هنا بس عطاها حبة جمبر ست ونايس والله تحكمه بالكورة مو طبيعي اللي قبل شوي. يلا خلينا نشوف سنو هوب الفليب حق الثاني حق الجمبر ست سواه مع الأرض سواه مع الأرض اقسم بالله طلع جامد نايس 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 تيمورك. اوكي تيكلي اوب والله يا بلع والله يا بلع نتيجة 3-1 عليه وقاعد يسوي بنشات وحركات قول هذا سريع مرة 211 يا ساتر ليه اشوف البنش اللي هنا مع جدار ثاني واب نايس 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 شوف البنش هنا يا ساتر هنا اللقطة مو واضحة مرة بس جامدة والله جامدة شيك واب على ورا والله توقعت نايس لا تيم وورك فيها يعني مو طبيعيه هذه عاديه صراحه. اوكي هذا في بطوله اشوف ايش يسوي يا ساتر يا البنش بطوله والله ترى شيء صعب انك تسوي بنش ما اتوقع انه مع بوست كامل والله نايس الزاويه والله والله نايس يا كوكسر هذا يسمونه اصلا البنش حق كوكسر اتوقع ما خضني نشتر عليها. اوكي شيك لل والله فوق السقف جول 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 شوف النتيجة شوف الوقت بقي 30 ثانية 36 ثانية هنا بنش اليم يا ساتر والله مو طبيعي اقسم بالله مو طبيعي نايس اوكي بشوت الثاني فيه ما في اي بنش بالموضوع بس حلو حلو طقه بخويك اوم نايس طب نبغى السرعة طيب والله ذي جامدة كلين ذي اللي قبل شوي وذي بعد شوف كيف سرعتها وما تلف ولا شيء ثلاثة مع بعض كله ابغى اشوف سرعة اللي قبل شوي طيب داري انه ماخذها من ريبلاي بس ابغى اشوف سرعتها يا ساتر اوكي بنش مع الارض اوب نو شوف الوقت بقي 5 ثواني او 4 ثواني يا ساتر الزاوية يا ساتر والله ما انت قادر تلحق على وش اللقطه الكويسه والله العظيم لقطات جامده اقسم بالله لقطات جامده هوب جمبر ست وهوب نايس
شتفيه تكفى. يو ساتر. اوكي المرة الثانية ولا ايش؟ مع خوية وانا اقول سيارة محمرة، ايش السالفة؟ ولا نايس. اوكي حلوة 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 حلوة. خوية زين نفهم في اخر لحظة. خويك يمين. يو ساتر. اوكي جيزنا مرة ثانية. اي هذا الهدف يا ساتر، والله اني اذكر ذا الهدف من كثر ما اشتهر في تيك توك في انستغرام في كل مكان. والله هدف جامد 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 مره، ترى شيء مو طبيعي انك خويك اللي يدفك. وبس هاكي مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر لايك واشتركوا في القناه انتم مشتركين، وعلمونا ايش تبون المرات الجايه او الخطوات الجايه. سوينا بنش، سوينا افضل اهداف، سوينا فريستايل، ايه علمونا ايش تبون في المقطع الجاي. وبس اشوفكم على خير.